وضع كرة لبديع بديع 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 وأيمن الحسوني بديع وضع التسلل للوداد عرضية في منتهى الروعة إلى القائم الثاني. كنت أظن بأن تسللا قد حضر في كرة الظن في محل ظن. شوف منين جاء. لا تنظر لبديع ليس بهذه الطريقة. سوف نعرف إذا ما كان زهير المترجي متسللا أو لا ولا من هذه أيضا. المخرج جيب لنا الصورة لي. لا 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 في المباشر شعرت بل أحسست بل كنت على يقين بأن شوف زهير المترجي أين يقف وشوف لما عاد إلى الكرة صحيح.